السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا الموعد مع أنور مالي. الكل تابع الأخبار التي صارت تشغل وسائل الإعلام العالمية كلها، وتتمثل في عملية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية كما تسمى حماس. من حيث المبدأ أن هذا الفعل هو جريمة بكل المعايير بغض النظر عن الأسباب والدوافع وما حدث، فهي جريمة بكل المعايير. هذا أولا وقبل كل شيء. اغتيال أي شخص بغض النظر عما اقترفه أو لم يقترفه، بغض النظر عن التهم الموجهة إليه، يعتبر في القانون جريمة. هذا أولا. ثانيا، القضية الملفتة للانتباه من حيث المكان والزمان حدوث هذه العملية. منذ أيام أنا نشرت في خلال هذا الشهر، نشرت على أنه قطر حذرت إسماعيل هنية من التحرك لأسباب ودوافع أمنية، ومن بينها حضور صلاة الجمعة. وهذا الخبر جاء عن طريق مصدر مقرب من حركة حماس، وهي حقيقة، مما يعني أن الجانب القطري لديه معلومات ومعطيات بأنه هناك مخطط لاستهداف إسماعيل هنية. فجأة يظهر إسماعيل هنية في طهران لحضور مراسم تنصيب رئيس. يعني أولا إسماعيل هنية لا هو مسؤول رسمي، لا يمثل دولة، ولا عنده منصب رسمي ولا أي شيء من هذا القبيل. ما معنى حضوره في مثل هذه المناسبة وهو أمر مستهدف؟ فالقضية جاءت عن طريق استدعاء، لأنه إيران هي التي استدعته لحضور إلى هذه المناسبة. إسماعيل هنية عبارة عن ضيف رسمي على الدولة، معناها أن حمايته الشخصية على الدولة، وتجري هذه الحماية على أعلى مستويات. هذه من جهة. من جهة ثانية أنه هذا الشخص مستهدف وعنده علاقة بالسابع من أكتوبر، وإسرائيل هددت بأنها ووعدت بأنها ستنفذ عملية اغتيال لكل شخص لديه علاقة بعملية السابع من أكتوبر. معناها راه مستهدف، معناها راه مستهدف، كل المعطيات تقول أنه مستهدف. فالزمان أنها مناسبة لتنصيب رئيس جاء بعد هلاك رئيس سابق في سقوط الطائرة، وهي عملية اغتيال. شوف، شاهدتم كيف كانت علاقة إبراهيم رئيسي مع إسماعيل هنية، أيضا شاهدتم وزير الخارجية السابق عبد اللهيان أيضا علاقته مع إسماعيل هنية. كان هؤلاء الأشخاص يوحي كل الأمر أن لديهم علاقة بالسابع من أكتوبر، فتمت تصفيتهم. فجاء إسماعيل هنية وعشية تنصيب رئيس جاء بعد اغتيال رئيس، تتم تصفية إسماعيل هنية بهذه الطريقة. هذه نقطة. والغريب من حيث الزمان قلت لكم هذا الأمر، لكن من حيث المكان، حيث المكان أنه في طهران، تم اغتيال العروري في الضاحية الجنوبية في منطقة محصنة تابعة لحزب الله، وفي بيت يملكه قيادي في حزب الله. معناها أنه هذه الطائرة المسيرة أو التي استهدفت، أو الصاروخ المسير الذي استهدف العروري بدقة متناهية في الوقت المناسب الذي وصل فيه لعين المكان، مما يوحي أن الجهة التي استهدفتها عندها كل المعطيات وكل المعلومات الدقيقة. وتحدثت آنذاك ونشرت تغريدة حذرت فيها قادة حماس من الاقتراب من إيران، فقلت من يقترب من إيران سيدفع ثمن خراب بلده، اغتيال قادته، وأيضا تفكيك قضيته. وقلت بأن هذا الكلام وجه لحماس، وسيبقى سجال بيننا في هذا الأمر، والتغريدة ها هي موجودة أمامكم، وقد أعدت نشرها على حسابي في محطة إكس تويتر سابقا. إذن من حيث الزمان خطير للغاية، يعني شخصية مثل هذا
ينزل ضيف رسمي ويلتقي خامناي، بعد التقاء خامناي ويذهب إلى محل إقامته فيتم استهدافه بهذه الطريقة. من حيث المكان، المعلومات التي توفرت لدي تقول بأن إسماعيل هنية عندما ينزل ضيف لا أحد يعلم بمكان إقامته، وعنده حراسة مشددة، بل محل إقامته توضع فيها مضادات للطائرات المسيرة والصواريخ، وفي مقر أو محل إقامة في ثكنات الحرس الثوري لا يعرف بمكانه إلا قائد الحرس الثوري ومكتب خامناي وخامناي شخصيا ومدير المخابرات الإيراني. هذه المرة وضعوه في مكان لم يسبق لإسماعيل هنية أنقذ في يوم، وهو مكان تاع قدماء المقاتلين اللي كانوا في حرب العراق. أمر آخر، أنه إسماعيل هنية عندما كان يحل محل إقامة تكون حراسة مشددة على المكان الذي هو فيه. ترى أين الحراسة المشددة على المكان الذي تواجد فيه إسماعيل هنية؟ بل أن العملية حدثت وتم قتل حارس شخصي واحد كان معه داخل محل الإقامة. معناها عندما تشاهد أو الفيديو أمامكم الدمار الذي حل بالمكان الذي كان فيه إسماعيل هنية، لو كانت فيه حراسة في المنطقة لهلكت أيضا. ترى أين الحراسة التي كانت أمام البيت؟ ولا أعتقد أن إسماعيل هنية عندما يدخل إلى المكان وما يشوفش حراسة يطمئن على نفسه، أكيد رأى الحراسة، والحراسة غادرت قبل تنفيذ العملية، ولم يبق إلا المرافق الشخصي الذي كان يتواجد معه داخل هذا المنزل الذي تم قصفه. الطريقة التي قصف بها راه في طهران، تجي صاروخ أو قذيفة أو شيء وتصل إليه في غرفة نومه وبهذه الدقة، أين الوسائل المضادة للطيران؟ طهران تعتبر أكبر بلد فيها مخبرين، فيها قواعد مضادة للقذائف، مضادة للطائرات المسيرة، مضادة للصواريخ. أمر آخر، أنا تفردت أمس قبل العملية الاغتيال بساعات على أن إسماعيل هنية يجري فحوصات طبية في أحد المستشفيات التابعة للحرس الثوري الإيراني. أنا قلت ما لم أذكر الحرس الثوري، ولكن المعلومات التي وصلتني فيما بعد أنه مستشفى تابع للحرس الثوري. ماذا حدث في غرفة الطبيب؟ هل تم زرع شريحة؟ وضعوا له شريحة في جيبه؟ هل عملوا له كلش مضمادة ولا حاجة وحطوا له فيها مادة حددت مكانه لهذا الصاروخ الحراري حتى وصل له؟ ما الذي حدث؟ شيء غريب وعجيب. لا أعتقد أنه اغتيال من هذه الدرجة وبهذا المستوى يكون بطريقة عفوية، ولا ما كانش تواطؤ داخلي وما كانش اختراق أمني. وتحدثت لكم من قبل مرارا وتكرارا أن إيران مخترقة أمنيا، يكفي أن إسرائيل من قبل اغتالت عالم نووي تابع للحرس الثوري في منطقة محصنة، استطاع الموساد أن يصل إلى الأرشيف، نعم إلى الأرشيف للمشروع النووي الإيراني في طهران، وتم نقله إلى تل أبيب وعرضوا نتنياهو. تم اغتيال قاسم سليماني بمعلومات وصلت دقيقة من طهران لحظة انطلاقه من بيروت في اتجاه بغداد، عندما وصل وخرج تم استهداف السيارة التي تنقله بدقة متناهية. ما تقول لي أن الأمور عفوية، ولا تقول لي أن الأمور غير يعني مرتبة سابقا. أنا أعتقد بأنه رأس إسماعيل هنية قدم مقابل عدم استهداف حسن نصر الله على ما قام به من استهداف للأطفال الدروز في الجولان. أعتقد هذه قراءة وليست معلومة. إيران راهي تقدم في معلومات وتنازلات، والتنازلات وضحت. إبراهيم رئيسي كان متحمس للسابع من أكتوبر، وزير الخارجية عبد اللهيان نفس الشيء، قتلوا في حادثة الطائرة وهي عملية اغتيال مدبرة. الآن إسماعيل هنية. أمر آخر، أنه حدث استهداف الضاحية الجنوبية، وقيل بأن هناك استهداف شخص، وما زالت الأنباء متضاربة. وأعتقد بأن إسرائيل كانت
مصممة أن يكون رأس حسن نصر الله مقابل مقتل الأطفال الأبرياء الدروز في الجولان. ولكن إيران قدمت رأس إسماعيل هنية مقابل الحفاظ على رأس إسماعيل على رأس حسن نصر الله. هذا هو الوضع. التواطؤ الإيراني في عملية اغتيال إسماعيل هنية واضح وبين ولا غبار عليه، وكل من يقترب من إيران ينتهي مصيره مثل هذا. هذه هي الحقيقة. وأعتقد بأنه عربون بداية الرئيس الجديد عهد، وهو طبيب، إنسان ماهوش من المحافظين ولا المتطرفين ولا من المعممين، جاء بعد واحد معمم مثل إبراهيم رئيسي اللي عنده ماضي دموي مع خميني ومع خامناي، وأيضا عنده علاقة بعملية 7 أكتوبر. جاء واحد طبيب هادئ عاقل ما عندوش ولا تاريخ مثل هذا، على أساس أن إيران تريد أن تظهر للجانب الأمريكي والجانب الغربي أن هناك تعديلات. والثمن في اليوم الأول قدمت إيران على طبق من ذهب من أجل تهدئة الجبهة بين مع إسرائيل فيما يخص حزب الله في بيروت ولبنان عموما، كان رأس إسماعيل هنية. وما زالت ستسقط رؤوس أخرى في اليمن وفي العراق وأيضا في ربما حتى في عمليات أخرى في طهران مستقبلا، تطال رؤوس أخرى من قيادات فيلق القدس. يا جماعة الأمور راهي مشي عفوية، ولا هذه الأمور راهي خبط عشواء. الواقع والوقائع والحيثيات تؤكد عن تواطؤ إيراني ماكر وكبير في هذه العملية، رغم أنه هنية يتواجد في كان يتواجد في قطر، ما كانوا معلوم، والمخابرات الأمريكية عنده، بل أنهم يتواجدوا هو وغيره من القيادات اللي موجودة في الدوحة بأوامر أمريكية، ما أسهل الوصول إليه هناك، ولكن لا يريدون الوصول إليهم في بلد عربي، ففضلوا استدعاء في آخر دقيقة. على فكرة بعض المعلومات التي لدي تقول بأنه لم يكن مبرمج تنقل إسماعيل هنية إلى إيران لحضور عملية التنصيب، ولكن في آخر دقيقة تم استدعاءه، ثم التقى مع الرئيس الجديد والتقى مع خامناي، وكان رفقته القيادي في ما تسمى تنظيم الجهاد الإسلامي، وبعدها مباشرة غادروا، حيث أنه قائد الجهاد الإسلامي اعتذر عن مرافقة هنية إلى محل إقامته، وذهب هو قائد الجهاد إلى زوجته التي تتواجد في منزل في طهران. هذه هي المعلومات. إذن هناك صفقة ربما تكون ثنائية ثلاثية رباعية، كل الأمور واردة، في تقديم رأس إسماعيل هنية مقابل التهدئة مع حزب الله والتهدئة أيضا على جبهات أخرى، لأن مشروع التخلص من أي طرف لديه علاقة بالسابع من أكتوبر قائم على قدم وساق. وما زال بعد الضيف محمد الضيف جاء إسماعيل هنية، وما زالوا رح يأتوا قيادات أخرى اللي عندها علاقات مباشرة بالسابع من أكتوبر. والأمر نفسه بالنسبة للسنوار، ربما سيعلنون عن مقتل شقيقه محمد السنوار في الفترات القادمة أنهم وصلوا له، لكن السنوار يحيى السنوار يجري العمل على قدم وساق من أجل القبض عليه وهو على قيد الحياة من أجل محاكمته. إسرائيل تخلصت من عدد كبير من الرؤوس التي لديها علاقة بالسابع من أكتوبر، وتحتاج إلى من تحاكمهم على هذه العملية، وأعتقد أن الأمر مبرمج فيما يخص يحيى السنوار. إذن إخواني الكرام، اغتيال إسماعيل هنية وهو نائم في غرفة نومه في بيت غير محمي وفي مكان لم يسبق له أن أقام فيه، وبعد استدعاء سريع لحضور ما هذا عملية التنصيب، تنصيب الرئيس الجديد، عليها كل علامات الاستفهام. فمن وصل إلى إسماعيل هنية بهذه الطريقة، ترى لماذا لا يصل إلى خامنئي؟ لماذا لم يصل إلى قادة الحرس الثوري الآخرين؟ لماذا كثير من الأسئلة
فقط يصلون إلى إسماعيل هنية، رغم أنه حضر وكانوا ممثلي الحرس الثوري والحشد الشعبي وما إلى ذلك كانوا موجودين في هذه مراسم تنصيب الرئيس الجديد. إذن اغتيال مدبر وفي إطار صفقة الطرف الأساس فيه هي المخابرات الإيرانية، والأيام سجال بيننا، وسينكشف هذا المستور مستقبلا. ورسالة إلى الحمساويين: لا تثقوا في ملال إيران، فقد استعملوكم في تخريب غزة وثم يضحون بكم، والأيام سجال بيننا، واذكروا كلامي جيدا. شكرا لكم أحبتي، ألقاكم بإذن الله تعالى في موعد آخر. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.